حبابي كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله وعواش راكم مبروكه باش ما كتمناو بصحيحه والسلامه وطوله العمر اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش كندوز العيد المولد النبوي ان شاء الله خليكم معنا سلام السي حسن وعليكم السلام كي دايرين لاباس عليكم عيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله باذن الله لينا وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله باذن الله وهنايا عماد عيد مبارك سعيد برافو حسن غادي يخوي لنا كويزداتي باش ان شاء الله نفطروا وغنشاركوا معكم الفطير ديالنا المتواضع وانتم معنا نشربوا الشاي من اجلي حلاوتي برافو ولدي ملي تنقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو تنقولوا ملي كتسمعوا كلمه الرسول شنو تنقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد برافو بنتي برافو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع عام الفيل وكتسمى ذكرى لان النهار اللي تزاد فيه النهار اللي توفى فيه داكشي علاش كنقولوا ذكرى وكنقولوا عيد حنا المغاربه لما ولفنا كنقولوا عيد اما هي راها ذكرى وكانت عنده من ألد الوجبات اللي كانت سميده داكشي علاش يوم اللي زاد فيه ان شاء الله كنديروا السميده هذا هو اللي كاين بالضبط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وسلم وعلى جميع الانبياء صلى الله عليه وسلم على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الفطور ديالنا المتواضع وحنا هنايا مجموعين الصراحه هاد النهار هذا ماما عام السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم صحتكم لاباس كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله عواشكم مبروكه بالصحه والسلامه وشير الزيق والتيسير ان شاء الله والصحه لكل شيء لجميع المغاربه
الله يرزقكم الصحيحة والسلامة إن شاء الله في هذا النهار المبارك عند الله. وكاينة تجداتي تاهي إن شاء الله غادي تهضر معكم اليوم. أمي هضري مع المتابعين ديالنا. مبروك عواشركم بالصحة والسلامة والله يسهل عليكم علينا وعليكم ولا جميع الأمة محمد كفى أجمعين. وكذلك كاينة خالتي اللي جات عندنا من أكادير، راحنا اليوم مجموعين فرحانين بها. خالتي هضري معاهم. السلام عليكم مشاهدين، مبروك عواشركم، كديرين صحتكم لاباس، مبروك عواشركم الصحة والسلامة إن شاء الله، تدخل عليكم هاد العواش إن شاء الله بالصحة والسلامة والرزق ان شاء الله. الله يبعد علينا هذا الوباء. امين يا ربي. امين علينا الوباء. امين يا ربي. امين امين. هنايا وحسن جالس كيفطر وسليمه وبشرى وعماد. شنو كتاكل عماد؟ انت ناكل فقط مملح. وانت عماد شنو كتاكل؟ تلاكم ام اللحاح. لا شنو هذيك اللي قلتي؟ حلوه سميشه. سميشه سميشه. ايوا بالصحه والراحه. ايوا سليوها. شكون اللي صوبها لك؟ خالتي مريم. ايوا شتي. سالينا في الطير ديالنا. كنبغي نعاود نقول لكم عواشركم مبروكه باش ما كنتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه لجميع المشاهدين ديالنا وكذلك الاحباب والاصدقاء ديالنا. ومع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.